الهدف منها اساسا وهو تخفيف من الضغط الطرقي بالنسبه لساكنه هذه المناطق بالنسبه للدار البيضاء، وكذلك فتح ممر جديد للولوج الى المطار، وهذا يعتبر مكسب كبير لان انتم تعلمون بان هنالك ضغط كبير على طريق السيار، وهنالك اشكاليات كبيره مطروحه خصوصا في هذا بالنسبه للنواصر، وبالتالي من خلال ذلك فهو اولا نخفوا من الضغط على الساكنه، من جهه اخرى كذلك سنفتح امكانيه باش اننا نضبطوا من لا قدر الله الا كان شي مشكل في طريق السيار انه كاين كذلك طريق اخرى للواحد يمكن يولجها، وثالثا اننا غنفتحوا امكانيه بالطبع خلق فرص شغل من خلال هذا المشروع الكبير، خصوصا انه يندرج في اطار تصور شمولي بحكم ان عندنا كذلك المشروع اللي انطلق الحمد لله وهو تثليث طرق السيار ما بين طريق السيار ما بين تيت مليل وبرشيد، فكل ذلك يدخل في اطار بالطبع العمل على تقويه المقاوله الوطنيه وسنطبق الافضليه الوطنيه في هذا الاتجاه، وخصوصا المقاوله الصوره المتوسطه، خلق فرص شغل بالنسبه للمنطقه، وكذلك حل هذه الاشكاليه ديال الضغط على الطريق بالنسبه لهذه المناطق. شكرا لكم. غير بالنسبه لهذا اللقاء فهو لقاء ديال واحد سينياتير ديال واحد الاتفاقيه ديال الشراكه اللي هي واحد الطريق اللي كتأدي ما بين الغابه الخضراء من بوزكوره الى مطار محمد الخامس، وهذا الطريق اللي هي طريق مهمه واللي غادي تخفف العبء على لوطوروت المؤديه من دار البيضاء الى مدينه شطات اللي كانت كتكون فيها ازدحام وفيها حوادث سير، والان غادي تكون هذه الطريق اللي هي غتكون في المستوى ان شاء الله وغتبدا ان شاء الله في 2023. اليوم حضرنا العملات اقليم النواصر من اجل توقيع اتفاقيه مع سيد مع وزاره التجهيز والماء. هذه الاتفاقيه داخله في المشاريع الكبرى واللي غادي تفك العزله وغتحل العديد من المشاكل، وبالضبط كاين جوج ديال الاتفاقيات اللي كيهموا الاقليم ديال المديونه. كاينه تثليث ديال طريق السيار من تيت مليل في اتجاه لساسفه، وكاين كذلك الطريق تدارت اللي غادي تدوز المطار محمد الخامس، وبالضبط هذا الطريق اللي هي غادي تمر على واحد ثلاثه الجماعات واللي غادا تفك العزله وغادا تحل لنا العديد من المشاكل في اتجاه مطار محمد الخامس، وان شاء الله نبغيو يكونوا بحال هاد المشاريع، ومع السيد الوزير انه قدم واحد الخدمه اللي غادا تكون كبيره ان شاء الله بالنسبه للاقليم مديونه والاقليم النواصر كذلك. بالنسبه لهذا المشروع هو جد مهم لانه غادي يفك واحد المشكل كبير على طريق السيار المتواجد ما بين الدار البيضاء ومطار النواصر، وهذا الطريق هذه اللي غادي تمتد من المدينه الخضراء يعني من تادارت نحو المطار ديال محمد الخامس، غادي تفك الاكتضاد اللي كيوقع في الطريق خصوصا ملي كتوقع بعض الحوادث في طريق السيار، وهذا الطريق هذا المجهود بطبيعه الحال هو مجهود كبير جد مهم وعنده واحد التكلفه مهمه واللي ساهمت فيه الجهه بدور كبير، وان شاء الله الرحمن الرحيم الاتفاقيه غادي تتوقع هذا النهار هذا، والاشغال قريبا ان شاء الله غادي تبدا، والعمليه ديال المساطير ديال الجماعات اللي خصها دير ديال الاكسبروبرياسيون ديال الملكيه كانت داس، والمقررات في الدورات كلها داس بالنسبه للجماعات اللي كتواجد فيها هذه الطريق هذه، ان شاء الله غادي تكون تلعب واحد الدور كبير، وكنتمنوا بحال هذه المشاريع يكون منها المزيد في الاقليم ديال النواصر خصوصا جماعه بوسكوره والجماعه ديال النواصر، وشكرا.